اهلا بيكم. يا ترى الناس بقى تحمي نفسها ازاي من الكوارث دي؟ خلينا نتفق مبدئيا ان تليفونك لو وقع في ايد اي حد ده الخطر بعينه، لانه ممكن يركب لك عليه برامج تجسس ويتحكم في التليفون من غير ما تعرف. وهنا بقى مش هيفرق كتير بقى اذا كان موبايلك اندرويد ولا ايفون. يبقى اول قاعده للحمايه ما تديش تليفونك لاي حد، وما تسيبوش عند اي حد يصلحه لك، خصوصا لو حد مش واثق فيه. والله حتى لو واثق فيه ما عادش حد مضمون في الزمن ده، مفيش ضمان انه مش هيركب لك اي حاجه. اتاكد دايما انك عامل كلمه سر قويه للتليفون نفسه وما تسيبوش مفتوح ابدا. القاعده الثانيه، حسب نوع الموبايل هنتكلم عن وسائل الحمايه للعده نفسها. نبدا بالاندرويد بما انه الاكثر انتشارا بين اغلب الناس حاليا. اول خطوه هتعملها انك تركب برامج حمايه من الفيروسات وبرامج التجسس. في خاصيه جديده موجوده في الاندرويد اسمها جوجل بلاي بروتكت. ممكن تفعل الخاصيه دي من جوجل بلاي ستور اب، اختار من الشمال ماي ابس اند جيمز، وبعدين لو مفيش في جهازك اي مشاكل هتلاقيه مطلع لك رساله ان مفيش مشاكل في جهازك. ولو عايز تعمل سكان للجهاز ممكن تضغط على ايقونه اسمها ريفرش، هتلاقي جوجل بلاي بروتكت بيعمل سكان للتليفون، ولو في اي مشكله هيقول لك في رساله ايه المشكله وتصلحها ازاي. يا ريت بقى كمان تركب برنامج افاست موبايل سكيورتي، وده في نسخه منه مجانيه على البلاي ستور ومتخصص في الكشف عن البرامج الضاره والفيروسات. في طبعا برامج كتير للحمايه من البرامج الضاره والفيروسات غير افاست زي بيت ديفندر وكاسبريسكي ونورتون وغيرهم. وفي معهد متخصص في اختبارات برامج الحمايه اسمه اي في تيست انستيتوت في المانيا، هو بيختبر البرامج كلها كل فتره وبينزل قائمه على موقعه باهم البرامج وافضلها حسب نوع جهازك، وتقدر تعرف ده عن طريق الموقع بتاعهم. في برنامج تاني مهم جدا لو انت عايز تحمي نفسك من برامج التجسس اسمه مالوير بايتس انتي مالوير، وده هتلاقيه على جوجل بلاي، وتقدر تحمل نسخه مجانيه منه وتفحص جهازك وهو هيطلع لك رسائل بالمشاكل اللي هتلاقيها في جهازك اذا كان في اي برامج تجسس. البرامج دي مش كلها بتشتغل على الايفون، لكن برنامج مالوير بايتس في نسخه منه شغاله على الايفون حاليا، لان الايفون على عكس ما ناس كتير فاهمه انه ما بيتصابش ببرامج تجسس وفيروسات. الحقيقه ان عدد برامج التجسس والفيروسات اقل من الاندرويد، لكن ما فيش جهاز امن بنسبه 100%. القاعدة الثالثة للحماية، اوعى تركب اي برامج من خارج الستور سواء كان اندرويد او ايفون، وحتى لو من الستور اعمل سيرش على البرنامج الاول على جوجل وشوف ايه مشاكله قبل ما تركبه، وتأكد انك بتنزل النسخة الاصلية خصوصا لو من جوجل بلاي، لان في نسخ كتير جدا من نفس البرامج ممكن تكون ملغمة ببرامج تجسس وفيروسات. القاعدة الرابعة، لازم تعمل ابديت او تحديث للنظام سواء كنت بتستخدم اندرويد او ايفون، لان تحديثات النظام او الابديت من اهم الحاجات اللي بتحميك من الثغرات الامنيه في نظام التليفون، وده بيمنع كتير جدا من مشاكل الاختراقات والتجسس. القاعده الخامسه، اوعى تعمل روت للاندرويد او تعمل جيل بريك للايفون، لانك كده فعليا دمرت الحمايه الامنيه للنظام بتاع التليفون. بالمناسبه دي من الحاجات اللي بتخرج التليفون بره الضمان. القاعده السادسه، فعل خاصيه مسح البيانات عن بعد في حاله ان التليفون ضاع مثلا. الاندرويد عمل خاصية اسمها Find My Device، اتأكد انها متفعلة من حساب جوجل الخاص بيك، ودي زيها زي خاصية Find My iPhone اللي موجودة في نظام iOS، بحيث بقى ان لو تليفونك ضاع تقدر تدخل على حسابك وتمسح البيانات بتاعتك، او حتى تعرف مكان التليفون فين لو الشخص اللي سرقه دخل على الانترنت. القاعدة السابعة، لو تليفونك حصل فيه اي مشكلة واضطريت توديه يتصلح لازم تمسح كل بياناتك الخاصة من عليه وتنقلها على الكمبيوتر قبل ما توديه يتصلح. القاعدة الثامنة، لو تليفونك الاندرويد فيه اعدادات للتشفير اتأكد انك مفعلها من اعدادات الامن والحماية، ولو بتستخدم ايفون فالايفون بيعمل تشفير اوتوماتيك طالما انت عامل كلمة سر او بصمة. القاعدة رقم 9، اتعلم تقرأ عن الموبايل اللي انت بتستخدمه وشوف ايه اخر التحديثات وطرق الحماية ليه، لان من غير ما تعلم نفسك مفيش اي برامج هتحميك. استنونا في حلقة جديدة